حول التأخر في صرف منحة مادة الطابة لمزارع الأقاليم الشمالية للسيد النائب عبد الله غمير من فريق الاتحاد الديمقراطي. الصوت. السيدات والسادة النواب المحترمون، جرت العادة في كل سنة بأن يتم صرف منحة لفائدة الفلاحين منتجي مادة الطابة بالأقاليم الشمالية عن طريق مصالح وزارة الفلاحة بهذه الأقاليم، وذلك في إطار الخطة المنهجة في هذا الصدد لتشجيع على القيام بزراعة وأنشطة بديلة، غير أن هذه المنحة قد تأخر صرفها خلال هذه السنة، الأمر الذي جعل هؤلاء المزارعين يتساءلون عن السبب الكامن وراء هذا التأخر، علما أن هذه المنحة قد لعبت الدور المخطط لها وساهمت رغم ضآلاتها في إنعاش المستوى الاجتماعي لهؤلاء المزارعين، الأمر الذي يجعلها تحظى بأهمية بالغة وتشكل إحدى الانتظارات السنوية للمزارعين والسكان. إذا نسائل سياداتكم عن سبب تأخر صرف هذه المنحة، وما هو المدى الزمني المقرر لتخويلها للفلاحين والمزارعين منتجي مادة الطابة؟ وشكرا سيد الوزير. شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيدات والسادة النواب المحترمين، فلابد من تذكير أن قطاع التبغ ببلادنا عرف خلال سنة 2003 تحولات هامة ترتبط بتحرير الأسواق والأثمان في إطار القانون 46/2002 من جهة، وفي إطار خوصصة شركة التبغ من جهة أخرى، وعليه أصبح الإنتاج إنتاج التبغ يخضع لمسطرة جديدة تنظم العلاقات بين المنتج والمصنع، كما تقرر كذلك أن تصبح المساعدات التقنية وليس المالية من اختصاص وزارة الفلاحة، علما بأن شركة الطبخ في حلتها الجديدة ستبقى مطلعة بهذه المهام خلال فترة انتقالية من 2003 إلى 2007. بالنسبة للمنحة الذي يتحدث عنها صاحب السؤال مشكور، فقد كانت شركة الطبخ ما بين 97 و2002 تقدم مبلغ 18 درهم للكيلوغرام كمنحة عن الإنتاج لفائدة فلاحي منطقة باب تازة المعنيين بزراعة القنب الهندي كمساهمة منها لتنمية المناطق الشمالية. لكن بعد خوصصة هذه الشركة وتحرير قطاع التبغ، قررت الشركة الجديدة خلال موسم 2002-2003 التخلي عن هذه المنحة في إطار ما تسميه بتحرير الإنتاج، إلا أنه بعد تدخل السلطات الحكومية قامت الشركة بأدائها بصفة استثنائية لمنتوج 2003، وانطلقت عملية تحصيل المنتوج ابتداء من 8 يناير 2004 بنفس الأثمنة المعمول بها، أي ما بين 28.5 درهم للكيلو، وهمت حوالي 450 فلاح على مساحة 96 هكتار وإنتاج قدره 160 طن بتكلفة تناهز 3 مليون ديال الدرهم. ابتداء من الموسم الحالي سيتم تحديد ثمن بيع المنتوج مسبقا قبل يعني الزرع في إطار العقدة التي ستبرمها هذه الشركة مع الفلاحين. وشكرا. شكرا. تفضل سيد النائب. زعم الشروحات التي جاءت في جوابكم، نود التأكيد على أن عندما تم خوصصة الشركة الوطنية للتبغ لم يتم إرشاد الفلاحين باتخاذ أنماط جديدة، وذلك بإحداث زراعة بديلة وعدم بقية فلاحي هذا الإقليم بزراعة مادة الطابة مدعمة من قبل الشركة السالفة الديك. وشكرا. شكرا.
تفضل سي الوزير. شكرا سيد الرئيس. ليس لي تعقيب على تعقيب، غير بغيت ناكد على هذه الفكره ديال التعاقد قبل الانتاج، مع العلم ان الدوله لن تبقى غائبه ان كانت هناك مشاكل في بعض المناطق، والحاجب من المناطق التي كذلك فيها الطبغ وكذا، ستبقى الدوله حاضره الى جانب فلاحها. وشكرا. شكرا للسيد وزير الفلاحه.